بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف مع كتاب بيالليغي كومبخوند لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة. كنا قد وصلنا إلى لا لاتر إل يعني حرف اللام كما نقول. إذا نتكلم عن حرف إل، لا لاتر إل. في هذه الفقرة إن شاء الله سنكمل مع لا لاتر إي، لا لاتر إي. إذا نتكلم عن إن فويال، إذا نتكلم عن صوتي. إذا هاد لا لاتر إي تنعملو بالشفايف ديالنا بحال غنطقو أو، ثم ننطق إي فنحصل على الصوت إي، فنحصل على الصوت إي. طبعا يكتب بهذه الطريقة. إذا نتكلم عن لا فويال إي أو بيان لا لاتر إي. مثلا كلمة لا غي، لا غي، لا غي، لا غي، لا غي. إذا نتكلم عن الطريق، الطريق. طبعا تنتكلموا هنا على اسم لانه مسبوق بهاد لا. اذا نتكلم على الكلمات المسبوقه بهاد لا، تكون مسبوقه بهاد لا او مسبوقه بهاد له. اذا نتكلم عن ال، كما نتكلم عن ال، الطريق، الطريق، الطريق. لا غي كومبخون لا فويال اي. اذا كلمه لا غي تتضمن هذا الصوت اي. مثلا كلمه، مثلا ايضا كلمه لا ميل، لا مي، لا مي، لا مي، ل، لا مي، ل. فوالا سي لا ميل، لا ميل، سي لا ميل، سي لا ميل. انها بحال تنتكلموا على البغل. إذا نتكلم عن لا ميل، لا ميل. إذا عندنا هنا لا ميل، لا ميل كومبخون لا فويال إي، لا ميل كومبخون لا فويال إي. أبخي أونا لي لي، أبخي أونا لي لي، لي لي. أبخي أونا إيغ، إيغ، إيغ. مثلا sur le mur, sur le mur. Voilà, c'est le mur. Lily est sur le mur, Lily est sur le mur. Voilà, c'est Lily qui est assis sur le mur. Et de notre clé, Lily, elle ne jouit فوق الحائط. إذن لو ميغ المقصود به الحائط. سيغ لو ميغ. طبعا رأينا هاد كلمة سيغ، رأينا كلمة سيغ كما عندنا هنا. رأينا دو، ثم رأينا سيغ، ثم رأينا اي، ثم رأينا اي. طبعا هذا الصرف ديال اتخ في البخيزون، ما هي إلا صرف اتخ ولكن في البخيزون، وفوق هادشي كله مع إيل أو مع إل أو مع أون. طبعا غنشوفو من بعد. إذن ملي تنصرفو، ملي تنصرفو لو فيرب إتخ في البخيزون، ملي تنصرفو إتخ في البخيزون مع إيل أو مع إل أو مع أون، مع إيل أو إل أو أون، تيكون عندنا أي. هذا هو الصرف ديال اتخ مع هاد الضمائر. إلا كان اتخ مع إيل تعطينا أي، نقول إلي، إلي يعني هو، أو هو يكون، أو هو موجود إلى غير ذلك. نقول إلي لا، يعني هو موجود هنا. إذا كان اتخ مع إل، طبعا في البخيزون هادشي كله، طبعا
طبعا نتكلم دائما على البريزون يعني الحاضر. طبعا نقول الي، نقول مثلا الي لا، الي لا يعني هي موجوده هنا، او نقول مثلا الي مالاد يعني هي موجوده، كما نقول مريضه، هي كائنه مريضه يعني هي ما كانتش مريضه من قبل، هي الان كائنه مريضه. اذا نتكلم هنا عن اتر. اللي تهمنا هنا هي كلمه سيغ، كلمه فوق. اذا عندنا هنا ايغ كما في كلمه سيغ، لو ثم ميغ، كلمه ميغ تتضمن هاد ايغ. ابخي هنا فواسيغوني، فواسيغوني فواسيغوني. لولي اي سيغ لو ميغ، لولي اي سيغ لو ميغ. دو لا ري، دو لا ري. Voilà, c'est le mur de la rue. Le mur de la rue. De la rue. Il est clair, un haït ou jidar à tariq. Iden, Lily est assis. Lily est sur le mur. Lily est sur le mur de la rue. Iden, on dit là. Lily. Lily. Et, taban, raïna de fin de sabak, adit un tak, et. ثم رأينا هذه الكلمة سيغ يعني فوق، ثم كلمة لو ميغ كما رأينا هنا. إذا نتكلم عن الجدار أو الحائط، لو ميغ، ثم دو. إذا نتكلم عن هذا يعود لهذا، لو ميغ دو لاغي، لاغي يعني الطريق. إذا فواسي غوني، فواسي غوني، ها هو غوني. لولي إي سيغ لو ميغ دو لاغي، لولي هو فوق جدار الطريق. أبخي هنا ال، إذا عندنا ال، عندنا بي، ال بي. أبخي هنا ام ار، ار. ثم عندنا حرف ار، ال افيك ا سو برونونس لا، بي بي افيك ا سو برونونس با، ام افيك ا سو برونونس ما، R avec A se prononce ra. L, toujours. L avec U se prononce lu. P avec U se prononce pi. M, U se prononce mu. R, U se prononce ru. Ru. L, E accent aigu se prononce les. L, E accent. L, E accent aigu se prononce les. P E, P E accent aigu se prononce P. M E accent aigu se prononce M. R E accent aigu se prononce R. R. L O se prononce L. P O se prononce P. P O se prononce P. M O se prononce M. R O se prononce R. L E se prononce le, P E se prononce peu, M E se prononce me, R E se prononce re, L E accent grave se prononce les, P E accent grave se prononce P, M E accent grave se prononce mais, R E accent grave se prononce ré. Elle y se prononce li. Elle y se prononce li. P y se prononce pi. M y se prononce mi. R y se prononce ri. L e accent circonflexe se prononce le. P e accent circonflexe se prononce p. P e accent circonflexe se prononce p. M E accent circonflexe se prononce mais. R E accent circonflexe se prononce ré. Et donne indana. La, lui, les, lo, le, les, li, les. Pour pi, on n'a pas pi, p, po, pe, p, pi, p. Pour la lettre M, on a ma, mi, mais, mo. Me, mais, mi, mais.
Pour R, on a ra, ru, ré, ro, re, ré, ri, ré. ونستأنف الفقرة القادمة إن شاء الله حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.